بوست، فكنت بقرا السؤال بصوت عالي، فكان جده قاعد جنبي. جده راح لقيته قال الاجابه بصوت عالي كده، فقلت اما اجرب حظي وادخل المسابقه. جربت، كان اول يوم خالص جربت، والحمد لله يعني، والحمد لله كسبت الحمد لله. عايز اشكر الشيخ علي، وعايز اشكر مؤسسه ابو العينين، النشاط الاجتماعي. والدتي بتتابع فضيله الامام علي جمعه، وشفت المسابقه في البرنامج، وفوق كل ذي علم عليم. اولا بشكر طبعا فضيله الامام، وبشكر مؤسسه ابو العينين الخيريه للنشاط الاجتماعي والخيري، والحمد لله ربنا كرمني وبعت رسائل على السؤال، تاني سؤال في المسابقه، والحمد لله ربنا كرمني وجيت النهارده واستلمت الجائزه من قناه صدى البلد. هو انا عرفت ابنها من التلفزيون عادي، اشتركت عن طريق الرسائل، بعت على الرقم. وبشكر طبعا استاذ ابو العينين والشيخ علي جمعه. طبعا انا على طول بجيب صدى البلد وعرفته، وقلت بنت شاركت لي والحمد لله فزت، ومشكرة جدا، ومشكرة الحاج محمد ابو العين والدكتور علي جمعه، ومشكرة لكم كلكم، ونفسي اطلع عمره بقى.